أمك شيء ثابت، أبوك شيء ثابت، إخوانك، خواتك، هذول من دمك، هذول شيء ثابت في حياتك، لازم ما تخسرهم لأي سبب من الأسباب، لازم يكونون هم أقرب الناس لك في حياتك، لأنه مهما صارت عليك مشكلة لن تجد أحد يقف معاك مثل ما يوقف معك أخوك، ولا مثل ما توقف معك أختك. البنت دائما تبيع عمرها عشان أخوانها وأهلها وأمها وأبوها، كذلك الولد، الأم والأب من يوم أنك بحضانهم هم يدارونك ويشيلونك.